زقاق في بارك دي أرغنسن في أنير، فينسنت فان غوخ. في عام 1887 غالبا ما رسم فان غوخ المناظر الطبيعية من الطبيعة، محاولا العثور على نقوش الظلال الطبيعية ونقلها والإضاءة الدقيقة لإضاءة الهواء الداخلي. بالنسبة له كانت الطبيعة مرتبطة ارتباطا وثيقا بعالم المشاعر الإنسانية، وغالبا ما تجسدت تجارب الفنان في صور المناظر الطبيعية. في هذه الصورة صور فان غوخ الزقاق المظلم للحديقة مقابل سماء الشفق. كانت الشمس قد غطت بالفعل وتحولت السماء صفراء داكنة. انعكاساته واضحة على الممشى، حيث تتخلل الأشكال الصفراء اللون البارد للأرض. الصور الظلية المظلمة من الأشجار ترتفع ضد السماء كما لو كانت وداعا ليوم العبور. يجعل فان غوخ المشهد الشفق المظلم مشرقا للغاية، مما يزيد من الفروق الدقيقة للون الظلال الطبيعية. تخلق الإيقاعات السلسة للتكوين جواً من السلام، لكن الضربات السريعة متعددة الاتجاهات تجلب لهجة ديناميكية مزعجة، مما يجعل سطح الطريق غير متساوٍ ويجعل الأوراق المظلمة للأشجار تغمرها. ربما كانت سرعة التنفيذ هذه ناتجة عن رغبة الفنان في التقاط الدافع المسائي على القماش في أسرع وقت ممكن لالتقاط ألوان ترك السماء الفاتحة. على أي حال، كان المؤلف قادرا تماما على نقل تجاربه الخاصة من خلال حالة الطبيعة.